ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في اخر فقراتنا النهارده، والفقره مش حواريه، الفقره فنيه بحته. هيكون معانا واحد من فنانين اليمن، واليمن للي ما يعرفش هي اصل الفن الخليجي. اصل الفن الخليجي هو اليمن. طبعا اليمن فيها فنانين قدام جدا ولهم تراث يعني لا يمكن اغفاله ابدا. ابو بكر سالم في الاصل يمني، فيصل علوي، عندنا بومحضار، يعني هي ارض لها ثقافه خاصه جدا. اليمن غنيه جدا بالتراث النجدي. اصل الموسيقى الخليجيه السعوديه الكويتيه البحرينيه هي في الاصل يمنيه. هيكون معانا النهارده فنان جميل قوي اسمه مكتوب على العود بتاعه. الفنان الجميل حسن الزغبي منورنا في الاستوديو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. انا لفت نظري جدا الاسم المكتوب على العود. عرف يا ريت الناس بنفسك وازاي ابتديت مشوارك. حسن الزغبي، حسن محمد علي زغبي، من مدينة الحديدة في اليمن. 29 سنة، طالب ماجستير كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان. ما شاء الله. فنان، مطرب، ملحن، ممكن من الـ من الـ من الأشياء دي يعني. هايل. احنا شعرنا طبعا في الفقرات الفنية قليل من الكلام كثير من الغناء والفن. هتحب تسمعنا ايه وزي ما تحب؟ هنتدرج شوية في الموضوع. انا هبدأ لكم بأشياء حاجة يمنية كده. اوكي. أسعد زمان الحب من وعدك إلي نلقاك، وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك. أسعد زمان الحب من وعدك إلي نلقاك، وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك. طول الدجا صغران أتقلب على الأشواق، والنوم مني طار، نار بعدك يا حبيبي نار، والله نار، نار والله نار. خلاص أنا بنساك يا هاجر ويا ناسي، برد قلبي مثل قلبك في الهوى قاسي. خلاص أنا بنساك يا هاجر ويا ناسي، برد قلبي مثل قلبك في الهوى قاسي. حرام بعد اليوم ما وطيت لك راسي، كثر المذلة عار، نار بعدك يا حبيبي نار، والله نار، نار والله نار. يعني شخصيا من عشاق الفن اليمني. طبعا الاغنيه دي انت هتقعد تدندن يا جماعه. محمد صوته حلو جدا، ويمكن عايز افكر بس مشاهدينا ان محمد كان ضيفي في البرنامج هنا قبل ما يكون زميلنا وينضم لاسره اللون الاخضر. ومحمد كان من الناس الجميله اللي صوتها حلو بجد، بيعرف يعزف عود على فكره. مذيعنا اول ما جه اخذ العود على فكره والله، عشان اسمع علشان اسمع لي رجعه لي. يعني انت عارف الواحد بيشوف العود يعني ايه، يحس الفن بيشتغل. لازم يعني
طبعا الاغنيه الجميله اللي انت قلتها يمكن الساده المشاهدين خلينا نعرفهم بالفنان ابو بكر سالم، هو صاحب الاغنيه ديت، الاغنيه من مقام البياتي. طبعا ابو بكر سالم اشهر اغنيه له يمكن تعرفوها في مصر، قول لي متى اشوفك يا كامل وصوفك وسر حبي فيك غامض، واحده غناها وليد توفيق والثانيه غناها راغب علامه، هما في الاصل اغاني يمنيه. صحيح. لابو بكر سالم. طبعا ابو بكر سالم مدرسه كبيره جدا، هو في الاصل يمني. الناس كلها فاكره ان هو سعودي لكن هو في الاصل يمني. ما ننساش نشير لانه اغلب الالحان والاغاني بتاعت ابو بكر بتاعت ابو محضار، حسين ابو بكر المحضار. طبعا طبعا. طب جميل جدا، خلينا برضو زي ما كده اسراء قالت يعني مش عايزين نزود في الكلام كتير. نحول بقى على الخليج شويه. يلا. عاوز تسمع ايه في الخليج؟ يلا على ذوقك، زي ما تحب، على ذوقك اي حاجه. الأماكن كلها كنت حاسس مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. اخترت أغنية مصر كلها بتحبها. بجد حلو قوي. خليني سريعا قبل ما نسمع الأغنية اللي جاية بقى، واسمح لي تكون بالمصري ووعدني بثلاث سلامات ها من قبل الهوا. قول لي فكرة إنه في بعض المطربين بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم المختلفة بيتحفظوا جدا ان هم يغنوا بلهجات اخرى، وفي ناس بيحبوا ده وبيحسوا ان ده انتشار اكتر ووحده عربيه اكتر، انت مع اي راي فيهم؟ هكون معاك صريح، ما حدش هيغني مصري زي المصريين اكيد، ما حدش هيغني خليجي زي الخليجيين، ما حدش هيغني يمني زي لبني. يعني يقولوا ايه صح، ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه. فانا لما اغني مثلا خليجي يمكن بحكم البيئه القريبه، لما جيت مصر الاعداد والناس والدراسه تفرض عليها، لان انا ادرس ايه؟ مصري. اغني مصري. طبعا انا عندي الحمد لله حفلات، واروح حفلات هنا وهنا، واروح صالونات واروح، فده يجبرنا على ان انا ايه؟ اغني ايه؟ مصري. الموضوع ده ايه؟ اول حاجه مثلا ناس بيحبوك يقولوا لك انت اول ما تغني انت فيك حاجه، يعني في حاجه غلط، في حاجه غلط بس مش عارفين هي ايه. ايه هي؟ هي انا يمني اصلا. الاكسنت، اللهجه. الاكسنت. مهما عملنا مش هنعرف نجيب اصل اللغه غير لغتك انك يمني. بس عارف انها في بعض الاحيان بتطلع جميله قوي انك تسمع يمني مش عارف يغني مصري بس بيغنيه حلو قوي. التمرس بالتمرين يعني انا لا، حتى الاختلاف ده له طعم حلو. شفت دليدة كده لما بتغني حلوه يا بلدي وتحس انها بتغني مصري مكسر؟ لا اقول لك، بالتمرين 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 هي بينفع، هينفع ده مره مرتين ثلاثه، هي هيمشي الموضوع معاك. يعني مثلا نلاقي مثلا وائل جسار مش مصري بس مشى معاه الموضوع، حسين الجسمي مره حسين الجسمي ده عالم، ده مدرسه صح؟ طبعا اكيد انا بحبه قوي. خليجي تنسى لانه ده يغني مصري ازاي؟ مش عارف. شفت بشرة خير كسرت الدنيا وبيغنيها، طبعا مع احترامي لكل المصريين غناها بلسان مصري، مش عارف انا غنيها بس لا، حسين الجسمي طبع خاص، انا بحس ان هو مصري كويتي، يعني مش كويتي بس، لا هو مصري في البدايه وطبعا كويتي. عقبالي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. مصر بتاع هو اماراتي. اماراتي عفوا. انا بحس ان هو منتشر ما شاء الله، حتى لما غنى باللغه الكويتيه يعني هو جميل الحقيقه. طيب قول لي حضرتك هتسمعنا ايه؟ ثلاث سلامات. بتعرف تغنيها ولا لا؟ مش خلاص بلاش. هغني لك وحياتك يا حبيبي، ايه رايك؟ الله، الله، ده انا بموت فيها اكتر. لا تمام، انا بموت فيها. انت جامد بقى. يلا بقى.
وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلوب الحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليا وشويه عليك عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كان ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كان ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب التايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن ليه امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبك وانا وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك اسمح لي احييك على اختيار الاغنيه دي انت ما شاء الله جبت اغنيه برضو مصر كلها بتحبها حلو قوي ذوقك وكمان طبقات صوتك حلوه ما شاء الله عليك كل ده من ذوقك برضو يعني مش عايز اقول لك رائع خليني بس اسالك سؤال متخصص شويه في موضوع الموسيقى طبعا انا طلعت تقريبا على كل فنون الموسيقى اليمنيه يمكن الاختلاف عفوا بينها وبين الفن الخليجي او بين الفن المصري كله في اختلاف في الايقاعات ولكن في المقامات احنا شغالين بمقامات واحده يمكن شويه مختلف عندنا في المقامات العراق عندهم المقامات يعني العراقيه زي اللامي وكده يمكن مش موجوده عندنا او ما بنستخدمهاش بكثره في اليمن بيستخدموا الكردو بيستخدموا الحجاز بيستخدموا البياتي بيستخدموا الهزام والسيكا بيستخدموا الرصد العجم باستخدامه قليل دي مقامات لكن بس عشان نوضح دي مقامات اوضح بس حاجه يا محمد لانه لكل بيئه تفرض يعني خصوصيتها على المقامات جميل مثلا هتلاقي الحجاز المصري غير الحجاز اليمني على فكره صحيح في اختلافات بسيطه استخداماته يعني استخداماته اختلافات بسيطه مثلا هتلاقي مثلا درجه السيكا حتى السيكا نفسها بتتغير من مصر الى تركيا الى العراق الى درجه الركوز نفسها هتلاقيها تختلف من مكان لمكان ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه ازاي انا يعني بسمع مثلا اغنيه عندكم احمد فتحي له اغنيه اسمها مسكين يا ناس من جاله حبيب عروس الراجل ده بيغني رغم ان اغنيه بياتي من مقام البياتي انما بحس ان فيها حاجه مختلفه البياتي بتاعكم مختلف على فكره الدكتور احمد فتحي انا عملت الماجستير عليه فمطلع ده ابو الفنانه بلقيس على فكره صح ابو الفنانه بلقيس فهقول لك الراجل ده موهوب جدا وله رؤيه في التراث ازيدك من الشعر في اغنيه رصد
طبعا مسكين يا ناس كانت تراثي. فاحمد فتحي في اغنيه ثانيه اسمها طاب السمر حضرمي غناها ابو بكر وغناها محمد دمعه خان الفنان كانت رست. الاستاذ احمد فتحي غيرها من رست لعجم. لعجم. فالدكتور احمد فتحي عنده رؤيه في تطوير التراث بالظبط. انا بحس ان انتوا حتى مقاماتنا العربيه هي بتقولوها بنكهه مختلفه خالص. طبعا اوجه تحيه للدكتور احمد فتحي. طبعا اكيد. طب مخرجنا بقى في الكنترول بيقول لك عايز سواح. ممكن تسوحونا؟ سواه وماشي في البلاد سواه والخطوة بيني وبين حبيبي براه مشوار بعيد وأنا فيه غريب والليل يقرب والنهار روح سواه وماشي في البلاد سواه ولاقاكم حبيبي سلموا لي علي ولاقاكم حبيبي سلموا لي علي طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح من الفرقة يا غالي سواح إيه اللي جرالي سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح من الفرقة يا غالي سواح إيه اللي جرالي وسنين وسنين وأنا دايب شو حنين عايز أعرف بس طريقه منين ولاقاكم حبيبي سلمولي عليه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه الله عليك الله عليك أحسنت. عاملة إيه بقى مصر فيك؟ يعني غيرت كتير؟ مصر جميلة قوي مصر. ده أنا جيت مصر في 2007 من حتة فوق من الجمل فقالوا اللي يشرب من ميت النيل لازم يرجع له تاني صح؟ طبعا. أنا رجعت بإذن الله يا رب. أنت كنت حاضر الثورة والجو لا. الروحاني ولا ما كنت برا مصر؟ أنا جيت هنا من 2007 انقطعت عن القاهرة لحد شهر 9 2014 يعني جيت الأمور هدية الحمد لله. طيب الحمد لله. إيه أكتر الأغاني اللي أنت بتحب تدندنها كده ما بينك وما بين نفسك؟ تحب تدندن إيه؟ في أغنية بتعجبني قوي وأغنيها في أكتر ال أنت بتعمل حفلات هنا في مصر ولا لسه؟ والله الموضوع عندي موضوع إيه؟ موضوع مزاج يعني أنا مش يعني مش احترافي أكتر مش احتراف أكتر هاوي احب مثلا اروح اماكن كده جلسات قعدات قعدات مثقفين صالونات. طب سمعنا بقى الاغنيه اللي بتعجبك. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوه احبابي يا احبابي يا رموش الحليوه عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني إيه قصده الحليوة إيه قصده الحليوة بتميلي العيون على خده بتشاهد جناين ورده بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونساي مع بير بيعدوا
لو فات الحليوة بتل الروايح منه وبيتقال عليك منه متأكد وعارف إنه أمورة وحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني إيه قصده الحليوة إيه قصده الحليوة ان شاء الله الله عليك بيختار الله كل اغنيه محمد احلى من الثانيه صراحه رائع وجميل جدا. يعني فنان اليمني حسن الزغبي، كيف ترى وانت عربي الفن المصري النهارده؟ بتتمنى الفن المصري ايه؟ انت طبعا اتربيت على الفن المصري من ايام ما كنت طفل، انا متاكد ان كل بتوع الخليج وكل بتوع اليمن ما فيش حد فيهم ما سمعش ام كلثوم، ومحدش فيهم مش حافظ اغاني عبد الحليم وعبد الوهاب. انت النهارده كمواطن عربي ماذا تتمنى للفن المصري؟ رغم كل المؤشرات اللي ممكن مصر ولاده فيها كل خير، دي قاعدة خدها. الفن محتاج ايه؟ يعني مش محتاج ثورة ولا محتاج حاجة، محتاج شيء واحد بس. ناس تكون واعية هي بتقدم ايه بس. يعني مثلا انت لو جيت بلمحة تاريخية كده بسيطة بس هتلاقي مثلا ام كلثوم جت والناس بتغني ايه، وفي خلال اقل من 20 سنه خليتهم يسمعوا ايه. فالفن مش محتاج ثوره، محتاج بس مجتمع مثقف يفهمها. وعلى فكره الفنان له دور في الموضوع ده. ما نقولش ان الجمهور هو سيد الموقف، ما الجمهور هو سيد الموقف وعليه 70% من الموضوع، بس الفنان الشاطر بيعرف هو ازاي يوصل، يختار. يعني مثلا في خضم الكم الهائل الموجود، هكون معاكم صريح، يعني ما فيش مقارنة بين الفن اللي كان موجود والفن الموجود النهاردة، لكن في حاجات كده بتطلع، في حاجات كده بتطلع، يعني ومضات مضيئة قصدك يعني. مضيئة كده بس. للأمانة لازم من يعني انتو كجهة إعلامية لابد انكم تركزوا على الناس اللي بتوصل الحاجة الجميلة. يعني هكون معك صريح، أنا اللي عجبني في الموضوع لان انا بعيد عن الاحتراف، قدرت لان انا مثلا مش اقول لك عملت حاجه، لا صحيح في عندي حاجه اتمنى لانكم تسمعوا مني. يعني في الختام كده حاجه انا عملتها، احنا هنسمع منك حاجه وهنختم على صوتك الجميل، كمان هننزل التتر على صوتك. امتعتنا وبجد شرفتنا بوجودك معانا. الفنان اليمني الجميل حسن الزغبي كنت منور حلقتنا، وان شاء الله هنختم بحاجه من عندك، واذا ممكن لورده. بس خليني كمان قبل ما اختم احيي زميلتي العزيزه اسراء، كنت منوره طول الحلقه. اعزائي المشاهدين، عايز برضو اوجه رساله في الاخر خالص صغيره قد كده، اعرضوا على اولادكم كل ما هو جميل، اعرضوا على اولادكم كل ما هو جميل، فمجرد انكم تعرضوا عليهم كل ما هو جميل بس هم لوحدهم ذوقهم هيتشكل، هم لوحدهم هيبقى عندهم مناعه، يعني زي ما كنا بنسمع كده في اول فقره، هم لوحدهم هيبقى عندهم مناعه من العري ومن الخطا ومن السيء ومن الوحش. اعرضوا من دلوقتي على اولادكم كل فن جميل، كل لوحه جميله، كل مشهد جميل، سمعوهم كل لفظ جميل ووروهم كل سلوك جميل. خلونا نختم مع بعض على حاجه كده من نغماتك الجميله وعلى انغام عودك الجميل الفنان الجميل حسن الزغبي. اسمح لي بقى اهدي للجمهور، طبعا أنا في كل أغلب اللقاءات أغني حاجات مسموعة. أنا عندي كده محاولة كده لأهديها للجمهور المصري. اتفضل. حاجة يعني بتاعتك أنت. بتاعتي ممكن اتفضل. تسمعوها يا ريت يا ريت. تكون على فكرة هي حصري. حصري معاكم يعني. اتفضل. ما عدت أنت كما أريد ولا أنا، قد صار قلبي من جحودك مثخنا، قد كان ذنبي أن أصون عهودنا، حتى عرفت بأن موتي قادنا، قد كان ذنبي أن أصون عهودنا، حتى عرفت بأن موتي قدنا، لا تكذبي ما عدت أقبل موثقا، لا تكذبي ما عدت أقبل موثقا، لا تكذبي ما
عدت أقبل موثقا هيات أصفو أو يعود ودادنا. إني وافقت بأن قلبك خادع في نبضه يرتد عند المنحنى. مزقت كل ذكريات بخافقي. إني الملوم إني الملوم إني الملوم فقد هويتك.